الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء نشكر سماحة آية الله العظمى الشيخ فاضل الديري على هذا المجلس وعلى هذه الحفاظ. في الواقع اليوم نحن بحاجة أيها السادة أن تكون المرجعية ذات بعد اجتماعي، لأن نزول المرجعية إلى الشارع هو أمر ضروري جدا حينما يلتقي المرجع بطبقات المجتمع للاطلاع على أحوالهم الاجتماعية الاقتصادية والأمور الأخرى. فالمبادرة هذه التي قام بها سماحة الشيخ هي في الحقيقة نموذج رائع وأرجو أن يحتذى به، لأن نحن بحاجة اليوم، بحاجة حينما يكون رجل العلم هو يلتقي بالمجتمع. طبقة يمكن أن نستمع لهذا والجدار ويمكن أن تطرح قضايا حتى لا تكون هناك أو يكون انفصال بين الجهتين، وهذا هو خط أهل البيت عليه السلام. الإمام علي عليه السلام كما يشير النص إذا صلى صلاة الصبح يذهب إلى الأسواق يتفقد السوق. عمل السوق ليس من اختصاص الإمام، وإنما عمل السوق من اختصاص صاحب القصبة. موظف هو منوط به هذه القضايا، يقف بنفسه على سوق القصابين وينادي بالقول لا تنفق اللحمة. كيف عرف الإمام علي ذلك لو أنه جالس في داره أو لم يلتقي بالمجتمع، وإنما العمل الميداني أوجب على الإمام أن يقوم بهذه المهمة العمل الميداني. وإذا انتهى من السوق يجلس بجوار ميتم التمار قليلا ثم يذهب إلى دكة القضاء، أيضا من شغل الإمام القضاء، لأن هناك قاضي وهناك قاضي قضاة. فلما أن الإمام يذهب بنفسه هي هذه النقطة الأساسية المهمة. حقيقة احنا نكرر شكرنا، والشكر أعتقد لا يفي بما قدمه سماحة آية الله. لدي ملاحظة حول الحديث الشريف أيها السادة. اليوم احنا بحاجة إلى دراسة الحديث، وما أعتقد منطين للحديث أهمية أبدا، يعني يمكن قد تكون محدودة إذا سمحت سماحة المرجع، أن محدودية دراسة الحديث اليوم واضحة بالمدرسة النجفية خاصة. الحديث الشريف يتعلق بنقطة فلسفية مهمة، إذا فهمناها سوف نقول هذا صحيح هذا حسن أو هذا ضعيف أو هذا موضوع. إذا فهمناها هي مسألة الزمان والمكان، متى رويت هذه وفي أي مكان. أنا اليوم تأتيني رواية أول رواتها من القرن الرابع الهجري، ورسول الكريم توفى في السنة 11 من الهجرة، يعني بعد مرور 4 قرون تأتيني رواية. إذا فقدت هذه الرواية الزمان والمكان، فوضعت أحاديث موضوعة وما أكثر هذه الأحاديث. والأستاذ دكتور أكارمها يعني العامل السياسي له دور، يعني ظهرت أول رواية بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحي. يتقبل هذا المنطق العقل؟ لا طبعا.
يعني هذا الإسلام بس القرآن؟ وين القرآن يفي بالغرض الاجتماعي الاقتصادي والقضايا الأخرى؟ لأن يعني الحديث النبوي هو الحديث الذي يوسع ما في القرآن، يعني التفريعات كلها من تخرج من القرآن الكريم. إذن أكو قضية معينة فدخل الصحيح بغير الصحيح، واليوم احنا مشكلة. يعني أحدهم سؤال في القرن الخامس الهجري، قال أنا جمعت لكم 600,000 حديث، انتبه للرقم 600,000 حديث. هو النبي ايش قد عاش؟ 13 سنة في مكة و11 سنة في المدينة، كل المدة الزمنية هذه، يعني من تجمعها ما طبعا يعني محدودة مهما تكون القضاء. جمعت لكم، انتبه للرقم حتى انهي حديث، يعني جمعت لكم 600,000 حديث فصح لي منها، انتبه باللي صح لهم، 4,800. يعني من 600,000 صحت له 4,800. اذا نحن بحاجة ماسة إلى هذا الجانب.